تنطلق فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والتي تحمل عنوان الحياة حلوة، وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفولكلور الأفروسيني مساء الجمعة 22 سبتمبر بالمسرح الكبير بالأوبرا. يخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده ويقدمه الإعلامي شريف نور الدين وتذيعه قناة أون تي في، وتبدأ مظاهر الاحتفالية في 6 مساء بساحة الأوبرا الخارجية. وفي 7:30 مساء يشهد المسرح الكبير مراسم الافتتاح وتستهل بالسلام الوطني، يليه فيلم عن فعاليات الملتقى، ثم كلمة رئيس الملتقى سهير عبد القادر. بعدها يصعد أعضاء لجان تحكيم الفنون التشكيلية والحرف اليدوية لاستعراض والموسيقى والغناء السينما والمسرح إلى خشبة المسرح، ويتم تكريم 4 شخصيات ساهمت في دعم ومساندة ذوي الهمم، منهم الفنان حمزة العيلي عن دور مسكر في مسلسل ابن حلال، الباحث مصطفى زمزم عن دور في حملات الخدمات الاجتماعية، ورانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوي القدرات الخاصة. ويحيي الحفل الفنان هاني شاكر والفنانة صفاء أبو سعود.